وناس اللي حواليه، فمن هنا بيبقى يعني القاضي بيبقى متبرح تماما وينتقل من محافظة إلى أخرى. يعني معظم المحكمين العرفيين ميسورين الحال، ميسورين يعني زي ما بقول لحضرتك يعني بياكل من كد إيده. طب هسألك سؤال يا حاج محمد، لو تفتكر لو القضاء المصري في سرعة أكثر في الأحكام وفي تنفيذ لهذه الأحكام، ما تفتكرش إنه ده ممكن يعني يقلل من مسألة وجود المحاكم العرفية؟ أقول لحضرتك يعني لو أنا مواطن عارف إن أنا هلجأ إلى القضاء أو للمحكمة على طول خلال شهور، هعرف أنا حقي فين وهاخده، مش ده أكيد يقلل من فكرة القضاء العرفي والمجالس العرفية أنا يعني بالمناسبة أنا بأشفق على القضاء المصري، لأن القضايا كثيرة وكثيرة جدا، ولو تصورت أن القاضي ممكن ينصر يبقى قدامه في الجلسة واحدة أكثر من 80 و90 قضية، تخيلي مدى الجهد والعناء يعني الفكري اللي هو أكثر من الجهد العضلي بيتحمله القاضي. هنا القضاء العرفي من العوامل المساعدة، ويريت يبقى له تشريع يخفف زحمة التقاضي عن القضاء الرسمي. ياريت يبقى للقضاء العرفي في مصر تشريع عشان يخفف يعني الزحمة والكم الهائل ده عن القضاء المصري. انا عاوز اقول لحضرتك حاجه، يعني الامن، هناك الامن بيستعين بالمجالس العرفيه في كثير من القضايا التي لا يمكن التقاضي الرسمي فيها، ان التقاضي الرسمي بيطول سنوات وسنوات، احنا بنقول فيصعب السيطره يعني الدعوه مش تكون لاتساع المجالس العرفية، لا، دعوة تكون لسرعة التقاضي وتكون لاتساع المحاكم وزيادة عدد القضاة. يعني في النهاية والله على رأي اللي بيقولوها خير وبركة، يعني خير وبركة، يعني يريحونا يعني ويشيلوا هم يعني هموم المجتمع. طيب حاج محمد عودة، سؤالي الأخير، ايه أصعب قضية تحكيم عرفي دخلت فيها؟ كانت صعبة واخدت منكم تفكير، والحكم اللي صدر كان مش سهل، يعني قعدتوا تفكروا فيه كتير. هو فيه يعني اكثر من قضية، يعني مش قضية واحدة، لا، فيه اكثر من قضية، وممكن يعني من خلال جلسة المداولة يعني يبقى فيها شد وجذب ما بين القضاة. ممكن نختلف مرة واثنين وثلاثة وفي الآخر نتفق، وفي الآخر نتفق، ولا يعلن الحكم بالإيه يعني 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 بالإجماع، يعني قد يعلن بالإجماع إذا تم ذلك، وإذا حدث خلاف سمت خلاف فيعلن أن الحكم جاء بالأغلبية، ولا نسمي الحكام اللي قالوا كذا والحكام اللي رفضوا كذا، لكن طالما أن هناك أغلبية انتهت الى قرارات معينة فبنعلن. وانا قلت لحضرتك من شوية ان الجلسة اللي اخذ بالصقر فيها من واحد كان ضمن مشيعي الجنازة، هي دي كانت اصعب قضية، والقتل فيها كان يعني 10 من القتلى. اكبر دية حكمتوا بيها مجموعها كان 425 الف جنيه، عندما كان سعر جرام الذهب جنيه 4 كيلو وربع في جنيه، يبقى 425 الف جنيه، وبنعمل اجل للسداد في موعد غايته 40 يوم يتم سداد الدية. طب إيه ضمانات السداد ايه؟ يمكن حضرتك عاوزه تقولي ضمانات السداد ايه؟ احنا قبل الجلسه بيبقى فيه ضمانات، حاجه اسمها ضمانات لابد من التوافر، ضمانات ادبيه وماديه. الماديه معروفه وهي التوقيع مثلا على شيكات، قد تصر لجنه التحكيم العرفيه انها تكون شيكات بنكيه، وقد تكون ايصالات امانه، والناس تكسب الحاجات دي قبل ما يطلع فيه. لانهم ارتضوا الطرفين ارتضت اللجوء للحكم للتحكيم العرفي.
كنا بنقول ايه كنا يعني ايه فيعني ايه يعني يبقى وناس تكتب ايصالات امانه وناس تكتب عقود ملكيه لاراضي او اطيان دي كلها ضمانات اسمها ضمانات ادبيه وفي ضمانات ماليه وفي الضمانات الادبيه وهي ان يختار كل طرف من قبيل ومن الطرف الاخر من طرف النزاع الاخر يختار منه ثلاثه على الاقل ثلاثه او خمسه من كبار العائله يضمنوا تنفيذ الرضا بالحكم وتنفيذ العقوبه في مواعيدها وهم مسؤولين امام المجتمع وامام الجهات الامنيه والاداريه عن الالتزام باعمال ونفاذ حكم المجلس العرفي حتى ايه حتى يامن المجتمع ويتوافر الامن والامان للشيخ العرب محمد عوده كنا في محاوله للاقتراب ولمعرفه تفاصيل المجالس العرفيه لان احنا يعني ما بين كل حين واخر بنلاقي نفسنا بنتكلم على احكام عرفيه وعن مجالس عرفيه وبنتكلم على مشاكل المجالس العرفيه كانت بتقول فيها كلمتها سواء في البدايه او في النهايه كنا بنحاول الاقتراب من هذه التفاصيل من خلالك لان حضرتك واحد من اشهر الاسماء في المجالس العرفية. أشكر وجودك معنا ونتمنى فكرة التصالح المجتمعي وفي حالة تحيز أكتر لفكرة إعمال القانون على الجميع إنما إذا كانت المجالس العرفية تساعد فكل الشكر أيضا لكم. شكرا جزيلا وأنا يعني هختم شكري يعني بآية قرآنية تجمع كل ما قيل بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم شكرا لحضرتك شكرا جزيلا حاج محمد شكرا يا فندم شكرا. بعد الفاصل هنكون مع علماء وباحثين من هيئة الطاقة الذرية نسمع ما لم يبوحوا به من قبل.